المزمن تكلمنا عليه مرات عديده في بلاتو صباحيه الدوزام. قدروا نتكلموا على مرض العصر، لان ولو الناس يصابوا به بكثره بزاف، وفي ظل جائحه كورونا الناس اللي مصابين بالكوفيد تيمثلوا يعني مرضى حساسين جدا، فكثر يكون عندهم عنايه خاصه. السكري وتصابوا بمرض كوفيد فهما من الناس اللي خصهم لوسبيتاليزاسيون، خصهم الاستشفاء، لان كاين ريسك دو كومبليكاسيون. ما عرفناش هاد الناس كيفاش ليفولوسيون ديالهم غادي تكون. احنا بغينا نمشيو ما قبل السكري. كاين واحد الفتره تتكون ما قبل الاصابه بالسكري اللي تيكون فيها الانسان قابل انه يتصاب بداء السكري. هذه الفتره قلتي دكتوره في الكواليس، قلتي لي بانها مهمه جدا لانها تقدر تبدل لنا مجرى الامور. فعلا فهذه المرحله ديال لو بري ديابيت هي جد مهمه، لان كنكونوا باقي ما دخلناش لو ديابيت، ولا قدرنا نغيروا نمط الحياه ديالنا والتغذيه ديالنا فنقدروا نبعدوا ولا اما ناخروا لو ديابيت، وفي احسن الحالات اننا نتفاداو. جميل. مع العلم اننا فاش كنكونوا في هذه المرحله الا ما غيرنا والو المآل ديالنا 100% هو باين مرض السكري. غنعاود ندير واحد ان بوتي رابيل باش نفهموا مزيان، هو ان مرض السكري كنعرفوا بانه كاين نوعين. النوع الاول اللي هو خصو لانجيكسيون، اللي خصو الانسولين، هذا النوع هو وراثي وجيني، ما نقدروش نديروا فيه الوقايه، لان الشخص كيتصاب به لانه حاملو في الجينات ديالو، كيجي بشكل حاد اي بروتال. في حين مرض السكري من نوع ثاني فهو عنده علاقه بالتغذيه ديالنا ونمط العيش ديالنا، وكيجي بواحد الشكل اللي كيكون صامت وتدريجي، ما كنحسوش به وما كيكونش اعراض حتى كيتفاقم. دونك هذا النوع الثاني نقدر تكون فيه الوقايه، لان في واحد المرحله اللي كنكونوا باقي ما وصلناش فيها المرض السكري اون بو اجير وما ندخلوش المرض السكري، مع العلم انه مرض السكري فاش كنتصابوا به فكنتصابوا به مدى الحياه. الوغ شنو هي هذه المرحله؟ خصنا نعرفوا بان نسبه الاعراض ديالها لا كان شي اشارات، ما كاينينش والو، ولكن كاينين علامات ولا عوامل اللي كتقدر توجهنا. اللي كنعرفوا هو ان نسبه السكر في الدم خصها تكون ما بين 0.7 و 1.10. كنتكلموا على السكري لما النسبه ديال السكر كتكون اكثر من 1.25. دونك كتبقى واحد لا بوتيت فورشيت اللي ما بين 1.10 و1.25 هو 15. 1.015 اكزاكتو، هي مرحله ما قبل السكري. دونك لا جيت وقلبت السكري ولكت عندي 1.20 نقدر نكون في هذيك المرحله. ماشي قدر سيغ اباوي 1.15 راني في هذيك المرحله. فعلا. واو. دونك اللي ما بغاش، لان الناس شنو كيوقع؟ الناس كيستهنوا بهذا يعني راه تيعلم، واخا كيف راه تيعلم الناس كيستهنوا بها، كيقول لك لا انا ما عنديش السكر ولكن هي شي شويه طالع، ولكن هذاك شي شويه طالع الا ما بدلتيش لو ريتم ديالك والنمط الحياه ديالك والتغذيه ديالك راه غادي تمشي لا محاله لمرض السكري. الو غنفسر كيفاش هذا المشكل كيوقع. خصنا نعرفوا انه ماده الانسولين شنو كدير؟ فهي كتهبط لنا نسبه السكر في الدم بواحد جوج طرق. فهي كتدخل لنا السكر اللي هو الوقود ديال الخليه، كتدخلوا هي اللي كتدخلوا لنا للخليه، وكذلك السكر في بعض الاعضاء بحال الكبد وفي لو موسكل في العضلات، فهي كيتم تخزين ماده السكر. شنو كيوقع؟ الناس اللي كيتناولوا السكر بكميات كبيره بزاف فالخلايا ديالهم ما كتبقاش عندها اون سونسيبيليتي للانسولين، بحال الانسولين ما كتبقاش تقدر تحل ديك الخليه باش يدخل ليها السكر. شنو كيوقع؟ فالبنكرياس فاش كيشوف بان السكر باقي طالع في الدم فهو كيبدا يفرز كميات كبيره من الانسولين، ومع المده هذا البنكرياس كيعيا وما كيبداش يفرز ماده الانسولين، لان تحملوا فوق جهده. اكزاكتومون، ما كيبقاش يقدر يفرز الانسولين، وبالتالي الشخص كيطيح في الديابيت، لان الا ما عندكش الانسولين راه صافي نسبه السكر في الدم كتبقى طالعه. الوغ كما قلت لي مهم في هذا لو بري ديابيت هو اننا الا سي اون ناجي في هذه المرحله نقدروا نبدلوا المسار ديالنا. كيفاش نبدلوا؟ هنا كنا نتمنوا بان سي نبيل عياش يكون معنا، للاسف ما كاينش معنا سي نبيل عياش، ونتمنوا ان المانيا يكون خير ان شاء الله. اكيد غادي نتكلموا فيما بعد على الحميه، واخا هو ما تيبغيش نتكلموا على حميه لانه هو نمط عيش يكون صحي، اكيد غادي نتكلموا عليه من الناحيه الغذائيه، لكن قبل ذلك شنو هما النصائح ديالك دكتوره؟ قبل ما نتكلم على النصائح غنشوف حيت قلت لي في الاول شنو هما الاعراض اللي كتوجهنا. قلت لك راه واحد المشكل ولا مرض صامت اللي ما عندناش اعراض، ولكن ان بروفيل دو بيرسون اللي ممكن يتصابوا بهذا. شكون هما؟
كاين العامل ديال السن باش ما تقدم لنا في السن بيان سور اون لي بريديسبوزي افير دو ديابيت السمنه الزياده في الوزن والسمنه فالناس اللي عندهم زياده في الوزن فهم معرضين لهذا المشكل كذلك الناس اللي عندهم الكوليسترول والدهنيات كثيره في الدم كذلك الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي الناس اللي سيدونتير ما كيتحركوش الناس اللي كيدخنوا فهاد البروفيل ديال هاد الناس خصهم يبداو يديروا دي غليسيمي يعرفوا نسبه السكر في الدم يعبروا يعبروها السكر. وكذلك يعبروا حتى الخزان لان حتى الخزان كيعاوننا حتى هو في هذه المساله ديال ما قبل السكري بحال دابا الخزان الا لقينا ما بين 5.7 و6.5 فحنا في ما قبل السكري دوك حتى هو كيعاوننا تعطينا اشارات اكزاكتومون دوك هاد الناس اول حاجه اللي عنده هاد لو بروفيل خصو جوج المرات في العام يراقب النسبه يعني ماشي غير يعبروا بالماكينه ديك هذا خاصو يمشي يدير الخزان حتى هو يدير الخزان وحتى لا غليسيمي اجا اللي كدير في لابوغاتوار اللي بلو سبيسيف بلو سنسيبل كو هذاك الماكينه الصغيره دوك كاينه هاد المساله وكما قلت كيفاش غادي نحاربوا هذا المشكل عندنا جوج الحوايج عندنا نمط الحياه ديالنا فاش كنتكلم على نمط الحياه ديالنا هي الحركه واش هذا الشخص سيدونتير ما كيتحركش بزاف ولا شخص اللي كيتحرك بزاف الناس اللي عندهم هذا المشكل خص على الاقل يوميا 45 دقيقه ديال الحركه ديال الحركه ديال لا مارش وفي هاد 45 دقيقه نديرو 30 دقيقه ديال لا مارش و15 دقيقه ديال لا مارش غابيد لان شنو هو الهدف كما قلت البروفيل ديال الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل سي الناس اللي عندهم زياده في الوزن ولا عندهم السمنه لوبجيكتيف اننا نقصوا من الوزن هاد الشخص باش ما يوصلش لو ديابيت لا كونديسيون سينيكوانون هو انه ينقص من الوزن ديالو دونك الحركه على ولا ما قدرناش نديروها يوميا على الاقل نديرو ثلاثه المرات في الاسبوع ولكن هنا خص يكون المجهود يكون اطول ويكون بلو سوتوني ما يكونش شي حاجه خفيفه دونك هذا بالنسبه للحركه وكتبقى مساله ديال التغذيه دونك التغذيه خصها غتكون بحال ديال لو ديابيتيك ما خصوش ياخذ السكريات سريعه السكريات السريعه ممنوعه على هذا الشخص دونك غتكون تغذيه متوازنه كيف كنعرفوا التغذيه كيكونوا عندنا البروتينات الدهنيات والسكريات دونك لي بروتيين غادي نفضلوا البروتينات اللي فيهم لي فيوند ميغر اللي هما اللحوم اللي غير مشبعه بالدهون دونك السمك وان بحال دابا الدجاج بالنسبه ما امكن نحاولوا تكون التغذيه ديالنا غنيه بالخضر والفواكه حتى هي مهمه ولكن غادي ناخذوها ما غناخذوهاش بعقلانيه غناخذوها بعقلانيه دوك الوجبات ديال هذا الشخص تكون خصو عنده ثلاث وجبات رئيسيه وما يكونش لو غرينيوتاج ما بين الوجبات باش يقدر ينقص في الوزن فكاينين دي زيتود ولا ابحاث اللي داروا عند هاد الناس اللي قدروا ينقصوا حتى 8% ديال الوزن ديالهم بقاو متبعينهم خمس سنوات من مورا هاد التغيير ديال نمط العيش ديالهم وفي هاد الخمس سنوات ما تصابوش بالسكري مرض السكري دونك علاش من نحاولوش في هاد المرحله نغيروا نمط الحياه ديالنا باش ما ندوزوش لواحد المرض مزمن اللي الا حطينا فيه رجلينا صافي ما كاينش الرجوع وهذه معلومات مهمة جدا دكتور فؤاد عندك شوية دكتورة تتهضر وانا تنفكر في المحيط ديالي كاين جوج الناس اللي فيهم يعني الوزن والعمر وفي هذه الصيف هذا يعني ما فيهم السكر ولكن مي تيتعشى وتيتعشى وعاد خاص الدلاح والبطيخ ويبدا ياكل افولونتي يعني ما داكشي ما مقنش فما كملاش 15 يوم لقى بان السكر الخزان تزاد والسكر الحمد لله يعني كان في هذيك هاد الفرشات هذه اللي هضرت عليها دكتور دونك هاد الشخص اذا نقص من الوزن ديالو ونقص حتى من ديك الماكله ديال الليل اللي تتخلي ليه داك السكر يبقى يتخمر بالنسبه لهاد الناس وفات هذه قاعده عامه ديما الماكله ديال الليل خصها تكون خفيفه اونكور بلوس عند هاد الناس واضح شكرا لك دكتوره ليلى بشرى بقاو معنا مشاهدينا نمروا للحظه اللي فقره القانون مع الاستاذه خديجه الرقالي خليكم معنا